مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون غاية في الأهمية لأن عندنا العديد والعديد من الأمور على الساحة الرياضية المصرية بالتحديد هنتكلم فيها باستفاضة كالعادة. لكن في البداية عايز بس أعزي أنفسنا ونعزي كمان أسرة قناة النادي الأهلي في وفاة زميلنا العزيز الأستاذ إيهاب أبو العزم فني الكاميرا واللي دايما بيبقى متواجد هنا معانا في الاستوديو. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الراجل كان موجود معانا امبارح في الحقيقة لكن بسبب أزمة قلبية مفاجئة توفاه الله، وخبر بالنسبة لنا كان صادم وصعب جدا جدا. نتمنى له يا رب كل الرحمة والمغفرة وأن ربنا بإذن الله يسكنه فسيح جناته. وكان بيمتاز بالخلق العالية والأدب العالي في الحقيقة، وربنا يصبرنا جميعا ويصبر أسرته يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. خبر كان صادم بالنسبة لنا كلنا. ربنا يرحمك يا إيهاب ويغفر لك بإذن الله. دي كانت حاجة مهمة جدا لازم نبتدي بيها حلقة النهاردة. كالعادة أخبار النهاردة مختلفة ومتنوعة فيما يتعلق بأخبار عالمية أخبار محلية وده الأهم طبعا، وأخبار النادي الأهلي وده الأكثر أهمية واللي هنتكلم فيها باستفاضة على مدار حلقة النهاردة. في الأول خليني أقول لحضراتكم كمان قبل نشوف أبرز وأهم العناوين، هيكون ضيفنا العزيز في الجزء الثاني من حلقة النهاردة الأستاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي بالشروق، هنستفيض في الحديث كالعادة. نروح نشوف الأول أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة حول أزمة جدول الدوري. الفريق الأول يواصل تدريباته على ملعب التتش. فايلر للاعبيه تركيزنا في الملعب وجاهزون في أي وقت. عمرو الجنايني يطالب الجهات الأمنية بالتدخل في حل أزمة تأجيل المباريات. غموض ودية منتخب مصر يوم 8 نوفمبر. طيب في الحقيقة زي ما احنا عايشين الأيام دي دايما في المزيد من التساؤلات والاستغرابات خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الموجودة على الساحة الرياضية المصرية، وحضراتكم أكيد يعني طبعا متابعينها لحظة بلحظة. فبالتالي في تطورات لهذه الأزمة، في أمور كتير جدا بتحصل خلال الساعات اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها وخلال الساعات القليلة الماضية بخصوص إيجاد حل لهذه الأزمة. لكن في استغراب وتساؤل في الأول أنا عايز أتكلم فيه بصراحة ومهم قوي ان احنا نتكلم فيه، لان لازم نعرف الناس بقيمه ناديهم والكلام ده انا اتكلمت فيه امبارح لكن عايز اعيده بصراحه لانه مهم، لان انا شايف ان نبره صوت البعض من المنتمين لنادي الزمالك ومن المسؤولين في نادي الزمالك دايما بتحس ان هم فرحانين بتأجيل مباراة القمة، فرحانين بالتأجيل. يا جماعة اعرفوا قيمة ناديكم، أنا بتكلم على القلة دي، الناس القليلة دي. نادي الزمالك نادي كبير. المفروض ما يبقاش فيه قلق واضح كان عليكم كده وانبساط وسعادة بتأجيل هذه المباراة، بدليل إن مثلا لما تم اقتراح كده يا جماعة ممكن يبقى فيه ماتش يوم 28، لأ، الأسباب الأمنية لسه موجودة. هو مين اللي بيتكلم باسم الامن يا جماعه؟ احنا عايزين نعرف، عايزين الامور توضح لنا بشكل اكبر. دي جزئيه مهمه وتساؤل مهم، ولازم الكل يبقى عارف قيمه نادي الزمالك اللي ما يكونش خايف من اي مواجهه، لان نادي الزمالك نادي كبير وجمهور كبير وعظيم، ودايما هو القطب الثاني في مصر بعد النادي الاهلي، بيكملوا بعض دايما. فلازم نعرف الناس قيمه ناديهم لان دي حاجه مهمه، واحنا بنقدر وبنحترم جدا جدا نادي الزمالك وجماهيره وكيانه. ده شق ومهم جدا كنا نتكلم فيه وناكد عليه. الشق الثاني هو فيما يتعلق بالتطورات اللي بتحصل خلال الفتره الحاليه، خلال الساعات الحاليه. ايه اللي بيحصل؟ واحده واحده كده اقول لكم السيناريو. امبارح الاول كان في اجتماع في وزاره الشباب والرياضه تقريبا في 8 ساعه 9 مساء ما بين 2 من اعضاء اللجنه الخماسيه اللي هو الكابتن احمد عبد الله والكابتن محمد فضل مع وزير الشباب والرياضه. وزير الشباب والرياضه ابتدى يتدخل، للاسف بيتدخل متاخر جدا جدا. وده دايما اللي احنا معتادين عليه في المسؤولين عن الرياضه في مصر للاسف الشديد. المهم هو اتكلم معاهم، يا جماعه الحلول ايه؟ يا جماعه طب هنعمل ايه؟ الدنيا هتمشي ازاي؟ هم تمسكوا ان مباراه الاهلي والجونه تبقى في ميعادها.
خرجوا من الاجتماع بكده. دي الكواليس اللي حصلت في اجتماع امبارح اللي كان فين؟ في وزاره الشباب والرياضه. فالوزير قال انا هحاول احل الازمه. فبيعمل ايه دلوقتي؟ الوزير دلوقتي متواجد في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، راح له بنفسه في ظل تواجد عدد من اعضاء مجلس الاداره هناك في منزل الكابتن محمود الخطيب، بيحاول يحل الازمه، بيحاول ان هو يخرج بالكره المصريه وباتحاد الكره اللي فشل في اداره بعض الامور، مش الازمه دي بس، لحد دلوقتي في مصر في الكره المصريه، ويخرج بالازمه دي بخير. فبيحاول ان هو يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، او هو بيجتمع معاه دلوقتي خلال هذه الساعات وبيشوفوا ايه اللي هيحصل. تمام. لكن اللي عايز اكد عليه على حضراتكم فيه بالتحديد، انا قبل ما ادخل الهواء دايما بنحاول ان احنا نتكلم ونتواصل مع مسؤولين نادينا، واحنا قناه رسميه للنادي الاهلي، فبنتواصل معاهم يا جماعه التطورات ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ في جديد؟ الرد كالاتي: مفيش اي جديد، النادي الاهلي متمسك بموقفه، النادي الاهلي متمسك ببيان. واحنا امبارح اتكلمنا في الجزئيه دي وبنتكلم فيها تاني النهارده، لان دايما بيبقى في تطورات ودايما بيبقى في تساؤلات عند البعض اللي يقول لك لا ممكن الاهلي يلعب ماتش الجونه، وممكن الحاجات اللي ممكن تحصل دي او اللي ممكن يكون الناس بتفكر فيها. فاحنا بناكد لحضراتكم دلوقتي ايه الساعه كام؟ الساعه 6:08. الموقف في النادي الاهلي زي ما هو، النادي الاهلي مش في حساباته مباراه الجونه، مش في حساباته. المفترض المباراه بعد بكره زي احنا عارفين طبقا للجدول اللي المفروض الناس بتمشي عليه، والناس عايزه تمشي عليه بالتحديد في النادي الاهلي بدايه مباراه الزمالك زي ما محطوط في الجدول. يا اما حضرتك كمسؤول في اتحاد الكره ما كنتش تتباهى بقى وتتبسط قوي في اول الموسم وانت بتحط الجدول، يا جماعه ده ما فيش اي توجه، مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب في اي وقت حسب القرعه ما تقول، مش هنلعبها في اخر كل دور. وكنا فرحانين ومبسوطين وما شاء الله اتحاد الكره زي الفل و10 على 10، الناس دي جميله جدا، الناس دي هتنجح. لكن مع اول ازمه فشل اداري ذريع بشكل يعني ملفت وبشهاده كل الناس، كل الخبراء، كل جماهير الكره المصريه الا البعض القليل منهم، البعض القليل منهم. فبالتالي زي ما بقول لحضراتكم الامور زي ما هي لحد دلوقتي، الاجتماع موجود دلوقتي او بيحصل زي ما بتكلم معاكم دلوقتي فين؟ في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. الوزير راح له بنفسه وبيحاولوا، او الوزير بالتحديد بيحاول يشوف الحل ايه، المخرج ايه. ودي جزئيه مهمه جدا، التطورات هل هيبقى في تطورات خلال الدقائق الجايه؟ لو في تطورات هنبلغ حضراتكم بيها على طول. لكن للاسف للاسف اللي حطينا في المأزق ده هو اللي لازم يحل. مين اللي حطينا في المأزق ده؟ طبعا حضراتكم عارفين، اتحاد الكوره هما اللي عملوا المشكله، هما اللي وجدوا الازمه، فبالتالي هما اللي لازم يحلوا. هما استنجدوا طبعا بالوزير، الوزير هيحاول، مش عارف، ما اعتقدش انه هينجح في المحاوله، اعتقادي الشخصي ما اعتقدش ان هو هينجح في المحاوله دي، وخصوصا ان كان لازم يبقى في تدخل مبكر. وده بيفكرني بجزئيه مهمه وعايز افكر حضراتكم بيها. السنه اللي فاتت لما حصلت الازمه قبل بطوله الامم الافريقيه والنادي الاهلي كان قرار معين، تمام، الناس عملت ايه؟ قعدت تستهلك في الوقت وقعدت ما تردش زي ما هو بيحصل، نفس السيناريو، نفس العقليه والتفكير زي اتحاد الكره اللي فات لما كان بيعمل، المسؤولين او بعض المسؤولين فيه كانوا بيفكروا ان هم يستهلكوا الوقت وعملوا كده. الاتحاد ده بيحاول يستهلك الوقت عشان بيحاول ان هو ممكن بشكل او باخر يحط الناس قدام الامر الواقع يعني، وده صعب انه يحصل، صعب انه يحصل. وبالمناسبه النادي الاهلي عنده كام بطوله دوري؟ عنده 41 بطوله دوري. هيخسر بطولة السنة دي؟ يخسر بطولة السنة دي. هتحس بحاجة؟ مش هتحس بحاجة خالص. وأنا بتكلم في واقع، في حقيقة، مش عشان بتكلم من منبر إعلامي للنادي الأهلي، لا دي حقيقة. النادي الأهلي عنده 41 بطولة في الدوري. بيفكر في النادي الأهلي السنة دي أهم تحدي ليه هو إيه؟ هو بطولة دوري أبطال أفريقيا، ده اللي مركز عليه النادي السنة دي بالتحديد، ده الأهم بالنسبة للنادي والجمهور، شيء مفروغ منه. طبعا كل البطولات مهمة، لكن في نفس الوقت انت لو بتحاربني، لو بتحط معوقات قدامي، خلاص بقى انا تعبت. مش هفضل احارب انا من السنة اللي فاتت، تضامنات حصلت وامور كتير حصلت وفي الاخر الاهلي خد الدوري. المحاولات اللي كانوا بيعملوها بعض عشان الاهلي يفقد بطولة الدوري فشلوا فيها. وفاز برضه النادي الاهلي في اصعب موسم في تاريخ الدوري المصري. فاز بيه النادي الاهلي. هيفقد الدوري السنة دي، يفقد الدوري السنة دي. مش مهم خالص.
هيحصل اي حاجه هتقل بطوله، مش هتقل بطوله خالص. انت اكتر نادي هتفضل فتره طويله جدا 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 ان شاء الله تفضل دائمه، يعني انت اكتر نادي حصد لبطوله الدوري في مصر وكل البطولات بشكل عام يعني. فدي جزء مهم. لكن بالتحديد انا عايز اتكلم في حاجه فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم وبالدلائل. كشف حساب للشهرين ليهم لحد دلوقتي، عارفين، وانا يعني مش عايز ابالغ شويه في التعبير لان في كل الاحوال انا بحترم وبقدر كل الشخصيات كشخصيه، لكن كشغل كاداره لا، لازم يبقى في انتقادات طالما انت 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 اللي بتعمل في نفسك كده. عارفين الكوسه، انا عن نفسي بحب طعمها لكن ما بحبهاش كاسلوب حياه خالص، واكيد حضراتكم نفس الموضوع، او كاسلوب اداره. هو ده اللي بيحصل دلوقتي بالنسبه للاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه في الاتحاد المصري لكره القدم، ماشيين كده بالكوسه زي ما بقول لحضرتك. اه والله زي ما بقول لحضرتك. بدليل ايه بقى؟ الشهرين اللي حصل فيهم كم المشاكل رغم الوعود اللي كانت في البدايه. قال لك وعود كتير جدا يا جماعه، جدول الدوري منتظم، ما فيش تاجيلات، لو ايه مش هيحصل، مستحيل، المباريات في ملاعب معينه في مواعيد معينه بالساعه، كل الامور دي اتكلموا فيها تمام، المنتخبات وتركيز مع المنتخبات وحاجات كتير قوي، وعود كتير جدا، لائحه هيبقى في لائحه وهنمشي عليها، فين اللوائح فين القوانين؟ بدليل النهارده او امبارح بالتحديد ابتدت مسابقه القسم الثاني في ظل اقاويل كتيره جدا من المسؤولين في الاتحاد ان هيطبق من السنه الجايه دوري المحترفين، طبعا قسم اول وثاني وكله تمام. طب فين اللائحه اللي هتطبق بيها من دلوقتي عشان تقدر تنفذ وعودك مع الموسم القادم حتى لو انت مش موجود، بس انت هتخلي الناس تيجي تكمل على شغلك المفروض ان هو اللي يبقى ناجح، اللي هو المفروض من خلاله تحفر اسمك كمسؤول في الاتحاد مؤقت في تاريخ الكوره، لكن انت ما بتعملش كده. الموسم ابتدى في القسم الثاني من غير لوائح، والمفروض ان خمسه هينزلوا درجه ثالثه بقى المفروض مع نهايه الموسم، لكن اللائحه دلوقتي مش موجوده، المباريات انطلقت من غير لائحه، فانت رايح لازمه ثانيه. ده في القسم الثاني ازمه محمد صلاح، عملوا فيها ايه؟ قال لك اصل احنا ما كناش موجودين، اصل احنا مش عارف كان الايميل اتبعت فين، واحنا مش عارف ايميل مين، وحاجات غريبه جدا. ادي ازمه من ضمن الازمات. وتاني واحده ايه تاني؟ موضوع الجمهور. يا جماعه احنا واخدين كل الموافقات الامنيه ان الجمهور هيحضر كل المباريات، فين الجمهور؟ بصراحه نجحوا بس في ماتش السوبر وكان عدد خمسه هنا وخمسه هنا، بس يعني نجحوا فيه، غير كده فين الجمهور؟ الجمهور ما حضرش، ما بيحضرش المباريات، كانك بالظبط نسخه طبق الاصل من الموسم الماضي. يعني قلنا بدايه ماتش السوبر ده بدايه، لكن للاسف كان نهايه مش بدايه، او كان استمرار للي احنا ماشيين عليه من السنه اللي فاتت. انت كمسؤول في اتحاد الكره لازم تتصرف، لازم تشتغل، تسعى، تزن كده من الاخر، زن في الحصول على الموافقات الامنيه، ده طبيعي، ده دورك. ده لو اصلا كان في رفض امني، وانا وضحت لحضراتكم الكواليس كانت عامله ازاي امبارح، مش عايدها تاني، اتكلمنا في الموضوع ده امبارح واكيد حضراتكم كلكم عرفتوا والموضوع واضح للجميع. من ضمن الامور قال لك الفار، وهنطبق الفار مش من اول الموسم، طب في نص الموسم، طب ايه الخطوات؟ حد يقول لي ايه الخطوات اللي اتخذت من الاتحاد المصري لكره القدم لحد دلوقتي لتطبيق تقنيه الفار؟ مفيش اي خطوه، بالعكس بيسعوا لتاجيل بعض المباريات، بيسعوا لتخريب بطوله الدوري ونظام المسابقه. بدليل ايه؟ هقول لك دليل تاني. قبل ماتش الاهلي والزمالك اللي كان المفروض يتلعب اول امبارح يوم السبت باسبوع، سمعنا تصريح للكابتن جمال الغندور، قال لك يا جماعه يوم السبت والحد انا عندي مشكله، مش عارف اجيب حكام اجانب من حكام الصفوه في اوروبا، مش عارف، فاجلوا لي الماتش. تصريح طلع رغم ان الكابتن جمال نفى بعد كده، لكن انا عندي بعض الصحفيين اكدوا لي ان هو قال الكلام ده، بعض زمايلنا اللي بنتواصل معاه هو قال الكلام ده، هم بياكدوا لي كده. فالواضح ان النيه كانت مبيته، الناس كانت عايزه كده بناء بقى على ضغوط معينه من اشخاص معينه، وارد وبنسبه كبيره. فهم لحد دلوقتي هم نجحوا في تنفيذ اللي هم عايزينه. هم كمان دلوقتي عايزين الاهلي يلعب مع الجون. ولغايه ما ادخل الحلقه ولغايه ما قبل الهوا على طول من خلال اتصالات مع المسؤولين
الاهلي موقفه هو هو، وباكد على حضراتكم تاني لحد اللحظه دي الموضوع ما فيهوش اي جديد ومش هيبقى فيه اي جديد بنسبه كبيره جدا. هنشوف الامور هتمشي ازاي، هنعرف على مدار الفتره اللي جايه. بالمناسبه في جزئيه غايه في الاهميه، مع اول اسبوعين في الشهر ده في ازمتين حصلوا. ركز معايا بقى، موضوع عايز مساحه تركيز كبيره من حضرتك. ازمتين حصلوا في الكوره كده في مصر بيتعلقوا بايه؟ والله العظيم الموضوع ملوش اي علاقه بالانتماءات خالص، احنا كلنا نفسنا في مصلحه الكره المصريه تكون رقم واحد دايما، لكن ايه الازمتين اللي حصلوا؟ ازمه تاجيل مباراه الزمالك وجنرالسيون فوت بسبب الجانب الامني، ادي جزئيه. الجزئيه الثانيه تاجيل مباراه الاهلي والزمالك بسبب الجانب الامني، بنحترم طبعا الجانب الامني لكن عايزين نسعى وندور ورا الاسباب الرئيسيه والحقيقيه في الموضوعين دول، هتلاقي ان السبب واضح جدا والموضوع واضح جدا لكل الناس الا اللي مش عايز ياخد باله، اللي مش عايز ياخد باله. فلغايه دلوقتي مفيش اي جديد، ولغايه دلوقتي الاجتماع قائم في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، و هنشوف في النهايه الاستقرار هيكون على ايه. وفي النهايه وانا بقفل الملف ده عايز اتكلم على دور جمهور النادي الاهلي، لان دايما جمهور النادي الاهلي خلف مجلس ادارته وهو شايف وحاسس وعايش بشكل كبير قوي اللي بيحصل والاسلوب اللي بتدار بيه الكره المصريه. احنا قلنا هنتخلص من الموضوع ده من السنه اللي فاتت، المكالمات والزعيق والكلام من ده هنخلص منه مع المسؤولين الجدد في الاتحاد المصري لكره القدم، لكن واضح ان الموضوع مستمر، واضح ان الخوف بيمتلك كل المسؤولين في الاتحاد. انا بحدد كلامي في الاتحاد، فهي دي الجزئيه. لكن جمهور النادي الاهلي دايما ورا ناديه بدليل هاشتاجات كتير جدا تصدرت تويتر زي معاك يا اهلي وبعض الهاشتاجات الاخرى، وده دايما دور جمهور النادي الاهلي ايا كان القرار اللي بياخده مجلس اداره النادي، ايا كان ايه هو، دايما الجمهور بيبقى في ظهر النادي ايا كان القرار اللي بياخده مجلس اداره النادي الاهلي، مش مجلس حالي بس، على مدار التاريخ اي مجلس بياخد اي قرار في مصلحه النادي الجمهور بيبقى في ظهره، بيبقى واثق في مجلس ادارته اللي موجود في كل الاحوال ايا كان اللي بيحصل. والله يعين في الحقيقه، الله يعين المجلس الحالي، لان فعلا في ضغوط كبيره جدا عليهم، في ضغوط كبيره بصراحه على المجلس لإيجاد حل مناسب للخروج من هذه الازمه. وفي الحقيقه احنا نفسنا الازمه كلها، يعني كلنا نفسنا الازمه تتحل، احنا عايزين نتفرج على كوره، عايزين نناقش فنيات، نحلل ماتشات، نتكلم في اي حاجه تخص الكوره، اسباب فوز الاهلي، اسباب مش عارف هزيمه مين، الكلام من ده، نتكلم في الحاجات دي، مش عايزين نتكلم في ازمات. نفسنا الموضوع يتحل بصراحه، احنا نفسنا الموضوع يتحل. فهنشوف اللي هيحصل في الاجتماع خلال الساعات الحاليه. ده باختصار كل اللي بيحصل واكدنا لحضراتكم عليه. طيب دي بعض الامور اللي اتكلمنا فيها في البدايه، طبعا الفريق بيواصل تدريباته كالعاده زي ما حضراتكم عارفين، مستعدين لاي وقت هيتحدد فيه مباراه القمه، ركز في كلامي، لاي وقت هيتحدد فيه مباراه القمه الاهلي مستعد، الاهلي مستعد جدا، الجهاز الفني واللاعبين، تدريبات يوميه مستمره بشكل جيد، بشكل فني بدني، كل الامور مهيئه. بعض الاصابات ممكن امبارح مثلا كان في اصابه لحسام عاشور في تدريب النادي الاهلي بعد تدخل مع رمضان صبحي كان قوي شويه، فجاله زي جزع كده في اربطه الركبه، هنعرف كل التفاصيل دي وهنعرف ايه الجديد اللي بيحصل في النادي الاهلي من خلال مراسلنا بعد قليل اللي هيكون معانا في مداخله هاتفيه عشان يقول لنا كل التطورات الخاصه بمران النادي الاهلي وكيفيه الاستعداد للمرحله المقبله الغامضه حتى الان، واللي مش عارفين هتبقى اول مباراه للنادي الاهلي ايه. طبقا للظروف طالما اتحاد الكره طبعا بيتاخر ما بيتكلمش في اي حاجه، وامبارح بس فالح يطلع يقول لك طاقم الحكام، فحاجه كانت غريبه جدا تمام. وطبقا للتدخلات اللي بتبقى متاخر جدا للاسف، فبالتالي الاهلي اول مباراه ليه في افريقيا خلاص الا لو تحدد ميعاد لماتش الزمالك. فعايزين نتواصل بقى ونروح النادي الاهلي مع زميلنا العزيز شريف شعبان ونعرف منه كل الجديد والكواليس اللي بتحصل في النادي بشكل عام. يا شريف اهلا بيك، برحب بيك في البدايه وقول لي كل الجديد عندك، اتفضل.
مرحبا بك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كالمعتاد النادي الاهلي بيتمرن في الرابعه عصرا، يمكن قبل بدايه التمرين كان في محاضره حوالي 10 دقائق اتكلم فيها فايلر واتكلم فيها مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، ما لهمش علاقه باللي بيدور خالص. التركيز فقط في التمرينات، التركيز فقط في تنفيذ تعليمات مستر فايلر، التركيز على الملاحظات اللي بيقولها في التقسيمه وفي التمرين بصفه عامه، التركيز ثم التركيز، اثبات للراجل ان هم مركزين، اثبات للراجل ان هم بينفذوا تعليماته. ثم بعد بقى هنلعب بكره، هنلعب بعد، هنلعب الشهر الجاي، ما لكوش علاقه، اتمرن اعمل اللي عليك، وموضوع اللعب دوت سيبه لمجلس اداره النادي. صح، محاضره قويه جدا من مدير الفني، من مدير الكره، هتتمرن في التمرين النهارده، اللعيبه النهارده تتمرن بحماس قوي جدا. يمكن النهارده عمل تقسيمه يمكن قبل نهايه المباراه، النهارده كان في طبعا مجموعات بالكره، الاول تسخين وبعد كده مجموعات بالكره بالتخصص على الجول. الراجل مهتم جدا بالتخصص على الجول، عاوز اللعيبه كلها تعرف تفنش الهجمات الى اهداف. كان في تقسيمه صغيره وتكثير جدا وتعليمات كثيره جدا. الراجل ما بيحبش او مش في قاموسه ان لعيب الكوره يحتفظ بالكوره اكثر من اللازم. سلم وسلم، سلم وسلم لقدام، مفيش حاجه اسمها امسك الكوره واقعد حط الكوره تحت رجليك وبص يمين وبص شمال، مفيش الكوره ده خلاص، مفيش الكلام ده في الكوره. سلم على طول، رؤيه تسلم على طول الكوره لقدام، لازم يبقى عندك سرعه في الاستلام والتسلم. يمكن حسام عاشور النهارده ما شاركش، امبارح في نهايه المران كده هو كان واخد خطه في الركبه، النهارده ما شاركش خالص في المران. يمكن هو عنده كدمه في الرباط، الرباط الخارجي للركبه. فين طبعا الدكتور يطلع الدكتور خالد محمود عشان خاطر اساله مده الغياب قد ايه، بس تبقى يعني كلمت 3 أو 4 ايام باذن الله وهيشارك، ده توقعي الشخصي، ولكن برضه هتاكد من الدكتور خالد محمود. التاهيل مستمر لمحمود متولي اللي النهارده بيفتح سبرنتات ان شاء الله في الـ في الـ في الجري النهارده كويس جدا، فخلاص ده كده قرب على الرجوع للملعب مره اخرى. كريم نثبت ايضا برضه بيتمرن، بتتكلم باذن الله في اقل من اسبوع هتلاقي محمود متولي وكريم موجودين في التمرينات. مروان بيتمرن بجزء بدني مع لاعبي النادي الاهلي، وهم بيجي بقى يحصل تقسيمه او اي اشتراك مع على طول بيخرج من التمرين وبيكمل باقي التمرين البدني عشان خاطر الوجه حفاظا على الوجه الى ان يصل الواقي اللي هلبسه او القناع اللي هلبسه على وجهه عشان يحافظ على عظم الوجه. يمكن في نهايه المران طلب مدرب الاحمال من محمد محمود وسعد سمير وحسين السيد وعمار حمدي تزويد التمرين، وكان عمل لهم تمرين اضافي علشان يقدر يعلى بيهم بالحمل البدني عشان يجاروا لاعبي النادي الاهلي اللي واصلين لمرحله كبيره من الاكاديميات البدنيه القويه. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين. يمكن التمرين انتهى منذ قليل، الكل بيحتاج في التمرين، الكل مركز في التمرين، الكل بيسمع كلام المدير الفني، ما بيسيبش كبيره ولا صغيره الا بيتكلم فيها، في روح جديده في التمرين. النهارده اجايين النهارده احرز هدف عالمي لفت نظري جدا، ما شاء الله ماشي كويس جدا هو وباقي زملائه، الكل بيجتهد، الكل بيحاول يلفت نظر الراجل ليه. يمكن الراجل انا بشفق عليه الفتره القادمه، الكل بيجهز، الكل يعني هيختار مين ولا مين ولا مين، نمسك الخشب ربنا يكرمه وربنا يوفقه فيه ما هو قادم، وباذن الله القادم افضل للنادي الاهلي ويبقى الاهلي فوق الجميع. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الجديد في النادي فيما يتعلق بتدريبات فريق النادي الاهلي المستمره حتى هذه الايام، واللي هتفضل مستمره لغايه الفتره اللي جايه لما نشوف الرؤيه تتضح، ممكن النهارده بكره هنشوف خلال الساعات القليله المقبله. بالمناسبه يا جماعه، بالمناسبه احنا لما بنهاجم حد بنهاجم باحترام، ممكن يكون الهجوم بتاعنا او الانتقاد بتاعنا حاد شويه، لكن ما نقدرش ابدا اطلاقا ان احنا نغلط في حد بطريقه او باخرى، نشكك في شخصيات حد، ما ينفعش، ما نقدرش. كل الاحترام والتقدير للشخصيات كلها، دايما دايما الانتقاد بيبقى في الجانب المهني، في الجانب الاداري، ده تاكيد مهم قوي لازم نقوله لحضراتكم من خلال قناه الاهلي. احنا اسلوبنا كده كلنا، تربيه النادي، الاساليب الخاصه بالنادي الاهلي، التعامل بيبقى ازاي، فلازم اوضح لحضراتكم الجزئيه دي. هو الانتقاد بيبقى حاد بس لاسلوب الاداره، وواضح طبعا اسلوب الاداره عامل ازاي بالنسبه للكره المصريه في مصر بالتحديد. عايز اروح اشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام، الاهلي يجهز ملفا قانونيا بثلاث لغات لمواجهه الجبلايه، اداره النادي موقفنا سليم ولا نعرف سر صمت وزير الرياضه. الجمهوريه، غضب في الاهلي بسبب الجبلايه.
المساء الغموض يحيط بمواجهه الاهلي والجونه، اداره الاهلي تتمسك بعدم اللعب ووزير الرياضه يتدخل للبحث عن حل، الفريق يواصل التدريب بقوه وحسام عاشور يتعرض لاصابه. الأخبار المسائي، الأهلي يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام، مجلس الإدارة يرفض خوض مباراة الجونة وفايلر يبتعد عن الأزمة. أخبار الرياضة، فايلر للاعبيه بعد أزمة تأجيل القمة، تركيزنا في الملعب وجاهزون في أي وقت. الشروق، الأهلي ينتظر انفراجه بشروطه، فايلر يتابع الموقف النهائي لحظة بلحظة ويتسلم تقرير قمصان عن منافسي بطولة أفريقيا. المصري اليوم، الجبلية يضغط على الأهلي لخوض مباراة الجونة، التجديد لعاشور وفتحي وسليمان موسما، عارض صالح في يناير ومتولي يواصل التأهيل. الوفد، القلعة الحمراء تطالب باحترام جدول الدوري، محاولات لحل أزمة مباراة الأهلي والجونة وفايلر ينتظر القرار الحاسم، ناصر ماهر يعود إلى الصورة مجددا وندفيد يتعافى في ديسمبر. الدستور، سيد عبد الحفيظ وعد بترضية حمدي فتحي ماديا لإقناعه بالبقاء مع الفريق، الأهلي يرفض السفر إلى البحر الأحمر لمواجهة الجونة. اليوم السابع، فايلر يطالب الأهلي بالتجديد لإكرامي وفتحي وعاشور وسليمان، الجهاز الفني يرفض الاستعجال في عودة الثلاثي المصاب، متولي ينضم لتدريبات الأسبوع القادم وبرنامج خاص تحسبا لإقامة القمة خلال الأيام. الوطن، الأهلي يعرض أزارو وجيرالدو للبيع، وأجايي وحمدي يودعان الفريق نهاية الموسم، فايلر يشيد بوحيد في التدريبات ويرفض رحيله خلال انتقالات يناير، والجهاز الطبي الألماني يحدد موعد عودة نيدفيد للتدريبات الجماعية. أخبار الرياضة، كارتيرون يبرئ الإدارة من هجوم لاسر. هناخدها واحدة واحدة كده، خبر خبرنا على عليه. الأهرام، بتقول لي النهارده الاهرام على النادي الاهلي وبتتكلم فيه، اكيد بتتكلم في الازمه الحاليه. الاهلي يجهز ملفا قانونيا بثلاث لغات لمواجهه الجبلية. بالمناسبه يا جماعه، اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ من ابرز واهم الامور اللي بتبقى دايما بيمتاز بيها الاداره او بتمتاز بيها الاداره هي تستيف الورق. الاهلي بيعرف يستف ورقه كويس قوي قوي قوي، فاي قضيه هيخش فيها النادي الاهلي هيطلع هو عنده حق بنسبه كبيره جدا، لانه بيعرف ينظم نفسه بشكل كويس بخلاف بعض الانديه الاخرى. يعني إدارة النادي بتقول إن موقفنا سليم ولا نعرف سر صمت وزير الرياضة. أخيراً وزير الرياضة خرج عن الصمت وتواصل النهاردة مع إدارة النادي الأهلي، لحد وأنا بتكلمكم دلوقتي اجتماع لسه مستمر. نروح للمسا، المسا بتقول إيه؟ الغموض يحيط بمواجهة الأهلي والجونة، مفيش غموض ولا حاجة، موقف النادي الأهلي معروف خلاص، مفيش ماتش. إدارة الأهلي تتمسك بعدم اللعب ووزير الرياضة يتدخل البحث عن حل، الفريق يواصل تدريبات بقوه، حسام عاشور يتعرض لاصابه. طمنا على اصابه حسام عاشور، ان شاء الله تكون خفيفه، عباره عن كدمه قويه في الركبه بعد تدخل امبارح في التدريب مع رمضان صبحي. نروح لخبر اخر من الاخبار المسائي، بتقول الاهلي يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام. احنا مش في حرب يا جماعه، هو كل واحد بيدور على حقوقه، النادي الاهلي عنده حق متمسك بيه، بس مفيش بقى تراجع واستسلام كلمه كبيره شويه. مجلس الاداره يرفض خوض مباراه الجونه وفايلر يبتعد عن الازمه، فايلر جاهز في اي وقت لمباراه القمه، الفريق مش في دماغه خالص اللي بيحصل الفتره دي. اخبار الرياضه، فايلر اللاعبين بعد ازمه تاجيل القمه بيقول ايه؟ تركيزنا في الملعب وجاهزين في اي وقت. وانا عايز اطمن حضراتكم كجمهور للنادي الاهلي، الفريق واللاعبين والجهاز الفني مش في دماغهم كل الازمه اللي بتحصل دلوقتي دي، مش مركزين فيها خالص، هم مركزين ازاي ان هم يكونوا جاهزين لاي مباراه مقبله، بتحديد مباراه القمه يعني زي ما بتكلم معاكم لحد اللحظه دي، فما تقلقوش من الجانب ده. نروح للشروق، الاهلي ينتظر انفراجه بشروطه، هنشوف اللي هيحصل ايه، احنا كلنا في انتظار انفراجه للازمه مع حفظ حقوق النادي الاهلي، وده شيء مهم قوي لان النادي الاهلي بيتكلم في حقوق واقعيه جدا. فايلر يتابع الموقف النهائي لحظه بلحظه، مش شاغل دماغه قوي هو، ويتسلم تقرير قمصان عن منافسي. واحنا عارفين النادي الاهلي بيجهز نفسه من الجانب التنافسي والفني الخاص ببطوله دوري ابطال افريقيا،
والفرق اللي معانا في المجموعه طبعا زي ما حضراتكم عارفين. طيب نروح للمصر اليوم. الجبلية يضغط على الاهلي لخوض مباراه الجونه، ضغوط كبيره جدا بتحصل والاهلي متمسك مواقف التجديد لعاشور وفتحي وسليمان موسيما. لسه ما اتحسمش الموضوع ده، هيبقى موسم ولا اثنين ولا كام، لسه الملف هيتفتح ان شاء الله قريب جدا. عارض صالح جمعه في يناير غير مطروح لحد اللحظه دي، وانا يا جماعه والله مش بنفي لمجرد النفي، انا بقول لحضراتكم الحقائق اللي بتحصل في النادي. موضوع صالح جمعه متاح للجهاز الفني، والجهاز الفني بيفكر في الدفع بيه خلال الفتره الجايه لما نشوف ماتشات ايه، واللاعب بيحاول يجهز بشكل كبير جدا فنيا وبدنيا خلال التدريبات. موضوع الاعاره ده مش مطروح دلوقتي خالص. متولي واصل تاهيل، نتمنى العوده سريعا ان شاء الله باذن الله. الوفد القلعه الحمراء تطالب باحترام جدول المسابقه او جدول الدوري، وده اللي كل الناس بتطالب بيه معروف، ابرزهم النادي الاهلي. محاولات لحل ازمه مباراه الاهلي والجونه، وفايلر ينتظر قرار الحسم. الجزء بقى الاخير من الخبر وده اللي يهمني شويه، ناصر ماهر يعود الى الصوره مجددا. لسه ما عادش ناصر ماهر، انا ممكن اقول لكم ناصر ماهر هو طبعا لعيب كبير جدا وكل حاجه والامور كويسه بالنسبه له وماشي وعامل مباريات كويسه مع سموح، لكن لحد دلوقتي مفيش تفكير في موضوع او ملف معارين مين اللي هيرجع، لان الموسم لسه بدري عليه. بقيه الخبر، ندفد يتعافى في يناير او في عفوا في ديسمبر. ندفد هيكون جاهز لخوض المباريات باذن الله في ديسمبر. عايز اروح بقى للدستور وبعض الاخبار عشان انا بصراحه مستفز جدا من الاخبار جدا. الاهلي او قبل الاهلي سيد عفيز وعد بترضيه حمدي فتحي ماديا لاقناعه بالبقاء في الاهلي او مع الاهلي. حمدي فتحي طلب ان هو يمشي. يا راجل حرام عليك يا راجل، ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ خليك مقنع بجد. هو انت، انا حاسس ان انت مبسوط ان احنا كل يوم بننتقدك، الصحفي الزميل العزيز اللي بنحترمه جدا جدا وبنقدره، اللي بيكتب الاخبار في الدستور، اخبار النادي الاهلي، اللي بيغطي النادي الاهلي، اخبارك كلها غير حقيقيه. انا مش عارف انت بتعمل كده ليه. حمدي فتحي ايه اللي منتظر ترضيه؟ هو حمدي فتحي لسه عامل حاجه على النادي الاهلي؟ هو حمدي فتحي اصلا فكر انه يمشي من النادي ده؟ الراجل ما بقالوش 6 7 شهور في النادي بس، ما شاء الله عليه بيتالق وبيلعب كويس جدا وحاجه جميله مبسوطين بيه قوي، لكن انت ليه مصمم تختلق ازمات في النادي؟ يعني حاجه غريبه قوي، موضوع مستفز. والاهلي يرفض السفر، خلاص دي عارفينها. عايز اروح لخبر اخر اليوم السابع سريعا. فايلر يطالب الاهلي بتجديد لاكرامي وفتحي وعاشور وسليمان، والملف ده اتكلمنا فيه. الجهاز الفني يرفض الاستعجال في عدد الثلاثي، مصاب ان شاء الله يعودوا سريعا، ومتولي ينضم. ده خبر عادي جدا. عايز اروح بقى للوطن قبل ما اطلع الفاصل. الوطن فعلا باع الفرقه كلها، صح يعني فعلا باع الفرقه كلها. زي مخرجنا العزيز بيقول لي بيبو. الاهلي يعرض ازارو وجيرارد للبيع، واجايه وحمدي يودعان الفريق نهايه الموسم، ومين تاني طيب؟ فايلر يشيد بوحيد في التدريبات، دي جزئيه ماشي اوكي كويسه. الجهاز الطبي الالماني يحدد موعد عوده ندفد، وندفد ان شاء الله يعود قريبا. لكن يهمني الجزء الاول في الخبر عشان تعرفوا بس ان انا بعاني قد ايه، بجد بعاني والله في الاخبار الغريبه دي. كل الاحترام والتقدير، لازم اقول الجمله دي عشان محدش يفتكر ان احنا بننتقد شخصه، احنا بننتقد الاخبار اللي بيكتبها، اخبار غريبه قوي. والله لو في خبر منهم صح هنقوله لحضراتكم، خبر مش حقيقي. يقول لك ايه؟ الاهلي يعرض ازارو وجيرالدو للبيع. هو في فتره انتقالات مفتوحه دلوقتي؟ هل الاهلي فكر ان هو يبيع الناس دي؟ ما حصلش. تاكيدا ما حصلش. اجاييه وحمدي يودعان، هو قصدهم على عمار حمدي يعني. اجاييه اللي بيتالق واللي ماشي كويس ولسه عنده عقد مستمر مع النادي الاهلي، هيمشي اخر الموسم خلاص، قرر من دلوقتي هيمشي من غير ما يعرف الظروف الدنيا هتمشي ازاي، او من غير ما احنا نتابع بقيه الموسم، حاجه غير منطقيه اطلاقا. وجمهور النادي الاهلي عارف الاخبار الصحيحه ومش من الصحيحه، خلاص عندهم وعي كبير جدا طبعا. عايز اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبارنا، يلا بينا. نكمل اخبار الاهلي في الصحف، بالتحديد اخر خبر معانا فيما يتعلق بكلام جريده اخبار الرياضه او مجله اخبار الرياضه، واللي قالت ان كارتيروني يبرئ الاداره من هجوم لاسارتي. وكان خرج كلام كده خلال الفتره اللي فاتت ان لاسارتي بيقول ان الاهلي ما دعانيش خالص لحفل البطوله او بطوله الدوري اللي فاز بيها النادي الاهلي، واللي كان طبعا لاسارتي ليه دور كبير جدا في فوز بهذا اللقب. لكن الكلام ده غير حقيقي يا جماعه. انا سالت في الموضوع ده بشكل كبير جدا وتواصلت مع الناس في النادي الاهلي والمسؤولين اللي اكدوا ان النادي الاهلي ارسل دعوه لكل من لاسارتي وكل من كمان كارتيرون وبعض
سابقين في صفوف الفريق اللي ساهموا في الفوز بهذا اللقب. الدعوه او الدعاوي كلها راحت بدليل ان كارتيرون كمان وجه الشكر لاداره النادي الاهلي بعد تلقي هذه الدعوه، لكن ممكن كل واحد ما عرفش يجي بسبب ضيق الوقت او الكلام من ده، لكن الاهلي فعلا ارسل دعاوي للناس. يعني نروح لاخبار الاهلي في المواقع. يلا في اليوم السابع، الاهلي يختار زيه الجديد لموسم 2020 2021. موقع الكابتن، الاهلي يعلن موقفه من خوض مباراه الجونه مساء اليوم، الموقف معلن. الوطن سبورت، فايلر يستفسر عن عوده مصابي الاهلي للفريق. فيتو، فحص طبي لعاشور قبل مران الاهلي. الوطن سبورت، الاهلي يستعين بالبلازما لعلاج محمود متولي. اليوم السابع، مؤمن زكريا تلقى روشتة العلاج قبل السفر إلى ألمانيا. سوبر كورة، تفاصيل عرض العين الإماراتي لشراء فيراري الأهلي وشرط خاص لإتمام الصفقة. وان ثري، الأهلي يجس نبض الدراويش لضم نجم الإسماعيلي. ضغط الأهرام، الأهلي يجدد المفاوضات لضم مهاجم المقاولون العرب. ضغط الوفد، الكندي جاسون اختار الانضمام لفريق الطائره في الاهلي بسبب تاريخه وانجازاته. اخبار الالعاب الاخرى دايما بتبقى مع الكابتن خالد العوضي تفاصيلها بشكل اكبر، احنا بس بننوه عليها او بنتكلم في تفاصيل قليله قوي، لكن دايما بيبقى الملف ده مع الكابتن خالد العوضي زميلنا الاعلامي في قناه النادي الاهلي، واعتقد هو عنده حلقه بعدينا. يعني نبتدي بموقع الكابتن. موقع الكابتن قال ايه؟ قال ان الاهلي يعلن موقفه من خوض مباراه الجونه مساء اليوم، الاهلي موقفه معلن. ممكن يكون قصدهم في اطار سعي البعض لحل الازمه، يعني ابرزهم وزير الشباب والرياضه، لكن الموقف بالنسبه للنادي الاهلي معلن وكلمنا فيه كتير. الوطن سبورت قالت ان فايلر بيستفسر عن عوده مصابي الاهلي للفريق. احنا عندنا مروان، عندنا نيدفيد ومتولي، الثلاثة دول المصابين بس، متولي قرب بإذن الله، ندفت كمان قرب، ومروان الإصابات الحمد لله مش كبيرة قوي، يعني أسابيع قليلة وممكن الصفوف كلها تكتمل بإذن الله بإذن الله بدون أي إصابات. وعندنا عاشور دلوقتي طبعًا. فمستر فايلر دايمًا بيطمن على المصابين عشان يبقى عارف مين في حساباته ومين خارج حساباته لحد إمتى، كل دي أمور طبيعية يعني. نروح للوطن سبورت، ده قلنا الوطن خلاص، اتكلمنا في الوطن. نروح لفيتو، فحص طبي لحسام عاشور، وطمنا على حسام عاشور قبل مران الاهلي النهارده وبعد الكدمه اللي اتعرض ليها في تدريبات الامس، واصابه بسيطه باذن الله. الوطن سبورت بتتطرق لموضوع محمود متولي وعلاج النادي الاهلي للاعب، هيكون بخلال او من خلال الاستعانه بالبلازما، حقنه البلازما لعلاج العضله الخلفيه لمتولي كجزء من البرنامج العلاجي يعني للاعب والتاهيلي كمان خلال الفتره اللي جايه. اليوم السابع، وفيما يتعلق بمؤمن زكريا ان هو يتلقى روشتة العلاج قبل السفر الى المانيا، ومؤمن ان شاء الله باذن الله عنده سفريه اخرى لالمانيا، ومن خلال معاه ادويه طبعا وامور تتعلق ببرنامج العلاج الخاص به، والنادي الاهلي دايما في ظهر مؤمن ومعاه وبيسنده ومعاه للاخر باذن الله ان شاء الله يعود سريعا، وهو مسافر خلال كام يوم لالمانيا مره اخرى. سوبر كوره، موضوع العرض الاماراتي للاعب شادي رضوان لاعب النادي الاهلي، وفي عرض من العين الاماراتي. لو العرض رسمي النادي الاهلي هيفكر في الموضوع من خلال مصلحه النادي واللاعب يعني، لكن شادي بصراحه لعيب مميز جدا، وما اعتقدش ان هو هيتم، ما الله اعلم يعني، بس ما اعتقدش ان هيتم بيعه بشكل نهائي لو في عرض رسمي يعني. فهنشوف الامور هتخلص على ايه يعني. 1-3 الاهلي بيقولوا يعني ان الاهلي بيجس نبض الاسماعيلي في موضوع باهر المحمدي، وبيقولوا ان النادي الاهلي متمسك بالتعاقد مع باهر وبيحاولوا يتفاوضوا مع الدرويش بخصوص هذا الامر. لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه رسمي بخصوص الامور دي، موضوع التعاقدات، لان احنا مش فتره انتقالات حاليه. وزي ما امير توفيق كده من كام يوم قال في لقاء تلفزيوني، قال لك ايه، احنا ما جالناش اي طلبات من مستر فايلر، فلسه ما فيش اي جديد حصل يعني، ما فيش اي طلبات من مستر فايلر باسماء لاعبين معينين او بمراكز حتى يعني لحد دلوقتي. فما اعتقدش ان في اي مفاوضات، وباكد لا يعني ما فيش اي مفاوضات بالنسبه لباهر محمدي حتى الان يعني. بوابه الاهرام تتطرق لنفس الجزئيه، طاهر محمد طاهر
وان الاهلي رجع ان هو يتفاوض مع اللاعب. بالمناسبه الاهلي كان قاب قوسين او ادنى، ودي حقيقه، من تعاقد مع طاهر محمد طاهر في الصيف اللي فات ده، لكن حصل بعض الامور اللي عطلت انضمام اللاعب للنادي الاهلي، فبالتالي اللاعب مستمر مع نادي الاهلي، لسه ما فتحش ملف المفاوضات اذا رغب في التعاقد مع هذا اللاعب حتى الان، والامور عاديه ما فيش اي مفاوضات يعني. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع. في اخبار محليه وعالميه نروح نشوفها. يلا. سوبر كوره، جمود وديه منتخب مصر يوم 8 نوفمبر. الوطن سبورت، حسام البدري يطلب حضور 40,000 مشجع في مباراه كينيا. ضابط اخبار اليوم، تفاصيل مكالمه البدري مع محمد صلاح بعد اصابته. الجمهورية أونلاين، شرط حسام البدري لضم كهربا للمنتخب. صدى البلد، الوجه الآخر، فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر. اليوم السابع، كشف طبي على جميع لاعبي المنتخب الأولمبي يوم 29 أكتوبر. بعض الشروق، شركة تسويق تقترح على اتحاد الكرة إقامة القمة في الإمارات. موقع الكابتن، تعرف على عرض وزير الرياضة لإنهاء أزمة مباراة الأهلي والجون. 1-3، الجنايني يطالب الجهات الأمنية بالتدخل في أزمة تأجيل التأجيلات. بطولات، أسطورة ليفربول ماني وفيرمينيو افتقد محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد. بعد الشروق، دارين بينيت، تريزيجيه البديل أفضل من الأساسي. بوابة المصري اليوم، الصين المرشحة الأبرز لاستضافة كأس العالم للأندية بشكله الجديد عام 2021. كأس عربي، مانشستر يونايتد يرد على عرض السعودي لشراء النادي. سبورت 360، رئيس ريال مدريد يفضل أليجري عن مورينيو لخلافة زيدان. سوبر كورة بتتكلم في ايه؟ بتقول غموض ودية منتخب مصر في مباراة يوم 8 نوفمبر، واحنا عارفين ان كابتن حسام بدري عايز مباراة في التوقيت ده، وفي نفس الوقت في افتتاح البطولة، فالموضوع صعب شوية، فلسه في غموض بخصوص هذا الشأن، يعني هنعرف الامور هتستقر على ايه في النهاية. الوطن سبورت، حسام بدري يطلب حضور 40,000 مشجع في مباراة كينيا، وده يعني بيرغب فيه كابتن حسام بدري عشان يعود اللاعبين على الضغوط الجماهيرية، ومباراة كينيا مباراة رسمية، أعتقد هيبقى فيه حضور جماهيري، والدنيا الحمد لله كويسة في مصر، وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه جماهير في هذه المباراة. المباراة الرسمية اللي هتكون يوم 14 من الشهر القادم. بوابة أخبار اليوم، تفاصيل مكالمة البدري مع محمد صلاح بعد إصابته. كان في مكالمة امبارح، محمد صلاح كان خارج القائمة تماما مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ما بين الفرقتين في ملعب الأولد ترافورد. فبالتالي كان في اتصال من كابتن حسام بدري مع محمد صلاح يطمن على الاصابه. محمد صلاح اكد له ان في احتمال كبير ان هو يلحق مباراه جينك في دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء القادم. الجمهوريه اونلاين بتتكلم في موضوع كهربا، وحسام بدري بيقول او في شرط ضم كهربا، الشرط بيتمثل في ايه ببساطه؟ يعني ان هو يلعب، الراجل ينتظم في اللعب مع فريقه البرتغالي، ماشي بشكل كويس هيضمه اكيد للمنتخب، لانه قيمه كهربا محدش يقدر يختلف عليها خالص، صح؟ محدش يقدر يختلف اطلاقا على قيمه كهربا واهميته الفنيه لأي فريق في الدنيا، ده مؤكد. نروح لصدى البلد، الوجه الآخر لكابتن محمد بركات، وهم قصدهم إيه يعني؟ إن هو إدى قرار إن ما فيش أي عضو من أعضاء الجهاز الفني في منتخب مصر يطلع في أي لقاء تلفزيوني عشان يكون في مزيد من الهدوء والتركيز بالنسبة للمنتخب، وأنا شايف إن القرار ده مناسب جدا في الحقيقة. اليوم السابع، كشف طبي على جميع لاعبي المنتخب الاولمبي يوم 29 اكتوبر، وده طبيعي جدا، احنا عارفين يوم 29 اكتوبر ده هيكون اخر يوم، او يوم 30 بالتحديد هو اخر يوم الاعلان على القائمه المكونه من 21 لعيب. كابتن شوقي غريب هيختار 30 لعيب تقريبا وهيصفيهم في الاخر ال 21، فبيبقى في كشف طبي. نتمنى على اللاعبين قبل البطوله، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. سريعا، بوابة الشروق وشركة التسويق اللي عرضت، بنحترمها وبنقدرها بكل تأكيد، هي عرضت ان هي تستضيف وتنظم مباراة الاهلي والزمالك في الدوري بره مصر في الامارات بالتحديد، بس اعتقد ان ده شيء مش هيكون ايجابي، يعني ما اعرفش الامور هتمشي ازاي، لكن حاجة من ضمن الحاجات يعني، او خبر من ضمن الاخبار. موقع الكابتن،
بيقول تعرف العرض وزير الرياضه لانهاء ازمه مباراه الاهلي والجونه، وبيقول ان هنأجل ماتش الجونه، يعني ده اللي بيتقال في الكواليس يعني من بعض الصحفيين بالتحديد طبقا لموقع الكابتن، يعني نأجل الجونه بس هنأجل الزمالك مش عارف لحد امتى، كلها اجتهادات لكن هنشوف القرار النهائي هيكون ايه بعد الاجتماع النهارده ما بين وزير الشباب والرياضه والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اخبار عالميه سريعا، بطولات اسطوره ليفربول ماني وفيرمينيو افتقد محمد صلاح امام مانشستر يونايتد، الاسطوره اللي هو ستيف نيكول واللي قال ان محمد صلاح ليفربول افتقدته في هذه المباراه بالتحديد فيرمينيو وماني، وهو انتقدهم بشكل كبير قوي لان ما كانش ليهم اي بصمه في الدور الهجومي الخاص بليفربول في مباراه الامس، فطبعا ليفربول افتقدت محمد صلاح. بوابه الشروق دارين بينيت نجم ولاعب استون فيلا السابق بالتحديد من 2011 ل 2015 كان لعيب في استون فيلا، وبيقول ان تريزيجيه كبديل افضل بكتير من تريزيجيه كاساسي، وفي الحقيقه تريزيجيه مع بدايه الموسم ابتدى كام ماتش كده كاساسي وبعد كده لعب كبديل، ولما نزل كبديل في ماتش من الماتشات صنع هدف، هو الهدف الوحيد اللي صنعه حتى الان في البطوله. يعني اخبار كتير وامور كتيره جدا فيما يتعلق ببعض الاخبار العالميه. عايز اروح لفاصل سريعا لان انا عايز استفيد بشكل كبير جدا من الفقره القادمه، فقره حواريه الهامه جدا جدا، لان هينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي بالشروق، واللي اكيد عنده بعض الكواليس الجديده اللي بتتعلق بالازمه الحاليه على الساحه الرياضيه المصريه. استنونا بعد الفاصل. الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي الكبير ونائب رئيس القسم الرياضي بالشروق بينورنا وشرفنا في الاستوديو. استاذ حسام اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، سعيد دايما بوجودي معاك وسعيد دايما بوجودي في قناه الاهلي، وببارك لك طبعا في البدايه على الجائزه من وزاره الشباب والرياضه، ودايما موفق ومتالق ان شاء الله كالعاده. متشكر جدا يا حسام، ربنا يكرمك. ملف مهم جدا عايزين نتكلم فيه. اكيد. رايك في المشهد ايه؟ انت اولا عايز اقول لك على حاجه بس في الفاصل كده، هو تحس ان هو متضايق جدا من الوضع في الكوره في مصر، تحس ان هو عايز يقول حاجات كتير قوي، فخد راحتك. لا طبعا، يعني الكل متابع للي بيحصل، واي حد يهمه مصلحه الكره المصريه بالضبط. اكيد مستاء من الوضع اللي بيحصل. انا شايف انه مقارنه الوضع الحالي بما كان عليه مع مجلس هاني ابو ريده، اعتقد ده بيرجعنا سنين ضوئيه الى الوراء. طبعًا. انت دايما دلوقتي جاي بتقارن، بتقول لي انه هو ليه الدنيا اتقلبت لما مباراه الاهلي والزمالك اتاجلت، وده كان بيحصل السنه اللي فاتت ومحدش كان بيتكلم وكذا وكذا وكذا. اولا كل مصر، كل رؤساء الانديه في مصر كانوا عارفين ان الموسم اللي فات كان موسم استثنائي. صح. بموافقات مكتوبه. صح. قبل بدايه. صح. الموسم. صح. انه اكتر من نادي بيشارك في الدوري وفي كاس مصر وفي في البطوله العربيه وفي دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه، وكمان اللي عمله الاتحاد الافريقي لما غير نظام البطوله فخلى انه الموسم اللي قبل الماضي خلص بعديه باسبوعين تقريبا بدا الموسم الجديد علشان النظام اتغير، فبالتالي طبعا ده خلى ان الموسم مضغوط. كل الانديه رفضت السنه اللي فاتت اقتراح انه الدوري يقام بنظام المجموعتين. صح. ورفضوا اقتراح انه الدوري يقام من دور واحد وبعدين يتعمل مجموعه ثانيه لتحديد بطل الدوري، ووافقوا كتابه، انا بقول لك كتابه، انه موافقين انه يكون موسم استثنائي بالمؤجلات بالوضع اللي هيحصل هنطلع بيه لبر الامان بايا كان الوضع. تمام. فاذا ده موسم استثنائي كان الأسوأ في تاريخ الكره المصريه. فعلا. فهل احنا عايزين نكرر موسم سيء تاني على ما يبدو؟ فاهمني يعني، هل الناس اللي بتلوم على النادي الاهلي انه خد قرار، انا في وجهه نظري شايفه انه قرار مهم جدا وفي توقيت مهم، انه انا بدي جرس انذار يا جماعه انه الموضوع هيروح في اتجاه تاني، انه ده قد يكون التاجيل الاول ولكن قد لا يكون التاجيل الاخير او التاجيل الوحيد. احنا بنتكلم في منظومه عايزين نحط لها اسس. اذا فما الداعي من تغيير المجلس الاداره بلجنه مؤقته؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ يعني انت المفروض جاي علشان تعمل اكتر من ملف، ما فيش ولا حاجه منهم اتعملت. يعني بتتكلم على مسابقه منتظمه، ما حدش يقول اصله لا، اصله المنتخب هو اللي خلى مجلس اداره هاني ابو ريده يستقيل. المنتخب كان القشه التي قسمت ظهر البعير، لكن كان في حاجات تانية قبلها، منها انه ما فيش مسابقه منتظمه الناس كانت تشتكي منها، وانه ملف المنتخبات الوطنيه ورابطه الانديه والجماهير واكتر من ملف. اذا
انت ماشي على نفس الطريق اللي كان بل أسوأ منه. لا شفنا رابطه انديه محترفه بتتعمل ولا بتتشكل، لا شفنا مسابقه منتظمه، مسابقه منتظمه كمان هي اللي هتعمل لك منتخب قوي. ده الاسبوع الرابع ده يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مسابقه منتظمه هي اللي هتعمل لك منتخب قوي طبعًا. يكون عندك الجهاز الفني يقدر يختار، يقدر يشوف اللعيبه المتاحه عنده، وبالتالي يكون عندك منتخب قوي بعد مسابقه منتظمه. مفيش جمهور، وده نفس الوضع اللي كان. فين لائحة النظام الأساسي اللي كل الناس كانت بتتكلم عليها انه اللجنة اللي موجودة هتعملها وكذا والقصة دي كلها؟ ما شفناش اي جديد بصراحة من لجنة الإدارة اللي تعينت من قبل الفيفا، ما فيش اي جديد حصل. وعلى فكرة الفيفا مش بعيد عن اللي بيحصل اكيد، يعني في متابعات طبعا. خلي بالك عشان الجزئية دي مهمة جدا، والبعض بيتكلم بيقول لك لو الأهلي عايز يروح للفيفا، طب اصلا خلي بالك الفيفا هي المعينة الناس دي فمش هشيلهم. هل الفيفا ممكن تغيرهم؟ ممكن تغيرهم، ممكن طبعا، يعني ده خيار مطروح صحيح. هو اصلا ده مش بيقول لك لا لا ده ده, ده, ده مش مجلس ده مش مجلس منتخب بالزبط. علشان محدش يقدر يقرب منه. دي لجنة مؤقتة معينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار تعيين بمقابل مادي، وده قلناه قبل كده ان هم بيتقاضوا رواتب شهرية بالزبط. ده مش عيب، بيتقاضوا رواتب شهرية نظير القيام بهذا العمل، لانه الاتحاد الدولي مفيش حد يتعامل معاه مجانا طبعا. كل لجانه بمجلس ادارته نفسه بيتقاضوا مرتبات شهرية. اذا انت موجود لمهمة معينة، المفروض حتى من شروط القرار ده انه اي قرار يعني او اي مشاورات لازم يرجعوا للاتحاد الدولي، فالاتحاد الدولي شايف كل اللي بيحصل ده واكيد متابع، واتوقع انه ممكن يكون في قرار، لانه اكيد لن يسمح انه هذا الامر يستمر بالشكل ده. كمان عايز افكر برضو يعني الناس بنقطه مهمه جدا، علشان يعني انا بقول انه ده موسم جديد وان احنا بنبني وانه مش عايزين نبص للي فات. طب طالما انت بتبص على اللي فات، تعال افكرك بحاجه مهمه جدا. لما الاهلي كان مؤجل ليه اكتر من مباراه قبل بدايه الدور الثاني السنه اللي فاتت، واعترض بيراميدز على هذا الموضوع، والزمالك كمان ايده وتضامن معاه وقالوا انه لا، لازم الاهلي يلعب مبارياته بالترتيب، مش يلعب يعني لجنه المسابقات ما تعملوش مباراه مثلا كانت في الاسبوع الخامس قبل الاسبوع الرابع، لا لازم يلعب بالترتيب تمام. ووقتها حصلت ضجه كبيره جدا، ودعا اتحاد الكوره لاجتماع مهم كان يوم 6 فبراير مع الانديه، وده الاجتماع الشهير اللي انسحب فيه المهندس خالد مرتجي بالزبط. لو تتذكر فاكر طبعا. وكان من اهم القرارات اللي اتخذت وقتها انه الغاء موضوع انه العب مثلا المباريات بدون ترتيب، لا انا مطالب ان مبارياتي تتلعب بالترتيب. اذا ده كان اقرار للموضوع اللي بيتكلم فيه النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي دلوقتي يعني والزمالك وبيراميدز فعلا ساعتها ما لعبوش بالظبط، والاهلي لعب مبارياته المؤجله بالترتيب بالزبط. وما لعبوش استنوا لما الاهلي يلعب مبارياته. اذا انت بتتكلم في موضوع، هو انا لما يكون الموضوع ليا يبقى حاجه عظيمه، ولما يكون عليا يبقى لا ما عنديش مشكله. اعتقد حاجة غريبة. اعتقد ده يعني موضوع وانا مش عايز بس الناس تاخدنا لسكه اصله الاهلي والزمالك، ده موضوع يخص الدوري كله ويخص الكره المصريه كلها. الاهلي والزمالك خالص، الموضوع في اطار ان احنا عايزين مسابقه محترمه، نظام محترم، احترام كل المواعيد الخاصه بالمباريات بترتيبها، ده الاهم. صحيح. علاقه باهلي وزمالك خالص، كل الاحترام والتقدير للزمالك وكل الانديه يعني. طبعا، والاهلي كان بيان واضح وصريح ان انا بحترم قرار الامن وما عنديش اي مشكله في قرار الامن بالزبط. لو في بالزبط. قرار فعلا صادر بهذا الشان من الامن، لكن انا كمان بتمسك بموقفي وبحقي انه العب اول مباراه ليا، ننتظر والعب اول مباراه مع الزمالك، وده يعني شيء يعني منطقي جدا ويحط النقط على الحروف في اللي جاي. انت مش عايز الامور برضو تروح لسكه بعد كده، ما هو انت مش ضامن اللي ممكن يحصل، فممكن تلاقي مباريات تانية مؤجله، واي نادي يطلع يقول لك انا عايز اجل مباراه، اصلي مش عارف عندي مباراه مهمه في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه او كذا. فانت عايز تحط اسس تمشي عليها علشان تريح دماغك من البدايه في هذا الاطار تحديدا. وتفائلنا خيرا لما الاستاذ عمرو الجنايني طلع في البدايه وقال لك انا هعمل دوري منتظم، حاسبوني عليه بالدقيقه وبالساعه. فعلا قال كده صح، قال كده صراحه. فبالتالي
حتى يعني الاستاذ عمرو اديب المذيع قال له يعني هتعمل ده فعلا؟ قال له طبعا دي حاجه بسيطه جدا. فبالتالي اعتقد ان هو اكيد طبعا كرئيس للجنه الاداره اكيد هو كان عارف كويس بيتكلم ازاي. الاستاذ حسام الزناتي مدير لجنه المسابقات وانا كنت من اول الداعمين ليه على اعتبار ان هو عنصر شاب طبعاً, وان هو كان ليه دور مهم في بطوله افريقيا. اعتقد انه يعني من غير المقبول انه حتى احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه هي لجنه, ايه هي يعني لائحه البطوله او ايه هي اللائحه اللي بتتلعب بيها الدوري السنه دي, محدش يعرف. يعني الكلام ده لازم ينشر اصلا على موقع الاتحاد الدولي. لو اللي موجودين صراحة مش شايفين ان هم مش قادرين يأدوا المهمة يستقيلوا, ودي ما فيهاش أي مشكلة. أنا شايف نفسي يقدروا ياخدوا خطوة زي دي. يقدر طبعا, إيه المشكلة؟ أنا شايف نفسي إن أنا يعني عليا ضغوط, أو إن أنا مش قادر أنفذ فكري, أو إن أنا مش قادر أعمل السيستم اللي أنا جاي علشانه. خلاص يا جماعة أنا يعني بعفي نفسي من الحرج وبعفيكم من الحرج, وأدي استقالتي, ويجي اللجنة الجمعية العمومية تعمل جمعية طارئة وتنتخب مجلس جديد اللي يكمل الفترة. إيه المشكلة؟ أنا عايز أسألك سؤال يا حسام, هم دلوقتي بياخدوا قرارات على أنهي لائحة؟ طبقا لأنهي لائحة؟ محدش يعرف. محدش عارف. محدش يعرف. يعني هو أصلا أنت المفروض لجنة المسابقات تعلن اللائحه اللي هي بتشتغل بيها. يعني انت حتى ما تمش الاعلان عندها. يعني ولا في القسم الثاني على فكره بالمناسبه, نفس القسم. دي حاجه غريبه. وبعدين انت بتتكلم في انه مثلا ايه, تفاجئ انه مثلا في لائحه بتطبق في لجنه الانضباط انه السوشيال ميديا مثلا او الفيديوهات اللي بتتعرض هتتعمل بيها. طب ما المفروض انه يتم الاعلان عندها. هل الانديه عندها يعني صور من ده, او المفروض حتى على الموقع الرسمي يتم الاعلان عندها؟ يتم الاعلان عندها ويتم التوقيع من الانديه بالزبط. على اللائحه دي طبعا مفيش الكلام ده, ما حصلش بالظبط. فدي مشكله كبيره طبعا, يعني بتدخلك في سكه تانية. فاذا الناس اللي بتقارن الموسم ده بالموسم الماضي عايزين يرجعونا تاني للخلف, ومش عايزين ان الدنيا تمشي. وكل ما نحاول نبص قدام شويه ونحاول, خلينا نعترف ان كان في اخطاء في الماضي. هو احنا عايزين نفس الاخطاء تتكرر؟ لا, المفروض نتعلم منها. يعني ايه المطلوب يعني؟ والا ما كانتش الناس مشيت وجت لجنه جديده تدير الكره المصريه. بالظبط, المهندس ثاني ابو ريده وخلاص, وكمل الامور تمشي زي ما هي وخلاص. بالظبط, مفيش اي جديد حصل. ما فيش اي جديد. هو في خلافات ما بين الخمسه على ما يبدو ده, وان كان مش ظاهر بشكل واضح, لكن يعني في اكتر من مشهد كان بيظهر فيه مجموعه, ومثلا بعض الافراد مش موجودين. وعلى سبيل المثال مؤتمر تقديم كابتن حسام البدري, كابتن محمد فضل ما كانش موجود. البعض ذهب الى انه ما كانش راضي عن تعيين الجهاز الفني. يعني في النهايه برضو, يعني مع كامل احترامي للجنة الإدارة كأشخاص, أنا بحب دايما أسجل احترامي لكل الأشخاص على المستوى الشخصي, لكن الناس كلها لكن على مستوى الأداء احنا بننتقد. أيوة, الأداء والمهنية بس, لكن على مستوى الأداء أنا شايف أنه أقل من المتوسط بمراحل. بمراحل يعني أقل من المتوسط. يعني أكيد طبعا ما فيش خبرة, كلهم يعني يكاد يكون أول مرة يشتغلوا في اتحاد الكورة, الا طبعا الاستاذ عمرو الجنايني كان عضو في مجلس اداره نادي الزمالك. لكن على مستوى اداره الكره المصريه او مجلس الاداره اول مره طبعا يشتغلوا, فبالتالي في قصور كبير جدا على كل المستويات داخل اتحاد الكره, وفي خبرات مش موجوده, وفي بطء شديد في التعامل مع الملفات, وفي حركه بطيئه جدا في اتخاذ القرارات وفي معالجه الاخطاء والكلام ده كله. كنا نتمنى وكنا متعشمين خير فعلا في اللجنة ان هي يعني تنقذ ما يمكن انقاذه. البعض طبعا بيتكلم انه اصله ده قرار امني. طيب هي اللجنة تعمل ايه؟ طب ما هو اي حد موجود مش هيقدر ياخد قرار. لا, انت دورك ان انت موجود وبتحاول بقدر المستطاع ان انت توصل لحلول, وان انت تلاقي بدايل, وان انت تحط شركائك الاندية في الصورة, وان انت لو عندك مشكله تجيب مثلا الانديه اطراف المشكله وتحطهم معاك في الصوره انه في واحد اتنين تلاته هيحصل والموقف هيكون كذا. لكن ان انت تطلع بقرارات الساعه 1:30 بالليل, قرارات التوقيت ده مهم قوي بالنسبه لي. يعني ليه لسه 1:30 بالليل؟ ليه طلع بالقرار الساعه 1:30 بالليل؟ كمان نادي المقاولين عربي, يعني كان ذنبه ايه يعني؟ انت عارف يعني امير كان بقالهم مثلا اسبوع بيستعد لاسوان, فبيتمرن الساعه 3 العصر. بالظبط, على اساس الجو والكذا. كمان نادي اسوان حجز طيران على بالظبط. يعني انت لو واثق في قرارك هتطلعه بدري شويه, مش صحيح. لما الناس تنام, مش لما الصحف ما خلاص تكون نزلت الطبعه الاولى بتاعتها, كلام من ده. فاهم قصدي؟ التوقيت مريب. انا كلمت حد من الجهاز الفني للمقاولين لما طلع القرار, انا قلت ابلغه يعني اعمل فيه جميله يعني. فكان نايم, الناس هتعمل ايه؟ ده كان الساعه 1:30 2 بالليل.
يعني هم كانوا نايمين على اساس انهم هيلعبوا اسوان، صح؟ لقوا نفسهم هيلعبوا الزمالك. بالظبط. والله يا نهار ابيض، حاجه غريبه جدا يعني. طب وده برضو من ضمن الاعتراضات والامور الغريبه، ان انت بتغير التوقيتات او المباريات نفسها، يعني بتجيب مباراه من الاسبوع الخامس تلعبها في الاسبوع الرابع، وفريق بيستعد لمباراه بحجم معين يلاقي مباراه بحجم اكبر واصعب. فحاجه غريبه طبعًا. في الحقيقه ازاي فكروا في حاجه زي دي؟ يعني ايه المنطقيه؟ تفكير غريب جدا. ايه المنطقيه؟ وبعدين انت اجلت مباراه، طب اجل الجوله كلها مثلا، فاهمني؟ مثلا بتتكلم تعرف لو اجلوا الجوله كلها هتبقى مبلوعه شويه. انت عارف يا امير ان الانديه مثلا اغلب الانديه دلوقتي يعني فرحانين ومساندين بشكل ظاهر او باطن لموقف الاهلي. ليه؟ لانه في النهايه يعني مع كامل احترامي لباقي الانديه، مش هتقدر تاخد موقف زي النادي الاهلي. ليه؟ انت في النهايه برضو يعني النادي الاهلي نادي كبير. لما بياخد موقف كل الاجهزه بتتحرك على موقف النادي الاهلي. طبعا النادي طبعا الاكبر شعبيه، نادي جماهيري، الكل بيعمل له حساب، اي قرار بيتاخد الناس بتنتظره. فبالتالي موقف النادي الاهلي موقف يعني متضامن مع اغلب انديه الدوري الممتاز. نادي المقاولين لو يملك من الامر شيء ما كانش لعب مباراه الزمالك. صح. لكن هو عارف انه موقفه ضعيف لانه في النهايه مش بشعبيه النادي الاهلي. فبالتالي الغالبيه، مش هقول الكل، الغالبيه مساند لموقف النادي الاهلي يعني انتصارا لحقوق الانديه في المستقبل. طيب بتشوف تدخل الوزير ازاي، خصوصا في ظل الاجتماع اللي لسه ممتد لحد دلوقتي مع كابتن محمود الخطيب في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي؟ بتشوف التدخل، هل ده التوقيت المناسب ولا هم اتاخروا شويه، سواء كوزاره او كاتحاد؟ وخصوصا الاتحاد امبارح ايه استفز الاهلي ازاي لما قال لك الحكام بتوع الماتش على طول ما تطرقش للبيان اللي اصدره النادي الاهلي. تمام، بس خلينا يعني نكون منصفين في نقطه، انه السنه دي تحديدا من بدايه الدوري لجنه الحكام الرئيسيه برئاسه الكابتن جمال الغندور بتعلن عن الاسبوع كله قبل بدايته. يعني لما بيكون أطرق. بكره ما انا هكمل لك. يعني بس انا قصدي على حاجه، مش معناه انه اتحاد الكره خد قرار. أوكي على فكره. اوكي انا ما عنديش مشكله، اعلن في التوقيت اللي انت بتعلن فيه عادي زي ما انت متعود من اول موسم، لكن في نفس الوقت رد على بيان الاهلي، انت ما ردتش على ده قصور من مجلس الاداره. لكن انا بقول لك ان لجنه الحكام عملت دورها، اللي هو انا بعلن المباريات وانا ماليش علاقه بقرار مجلس اداره او لجنه مسابقات فيما يخص تاجيل مباراه او الغائها. انا كلجنه حكام عندي لغايه دلوقتي الجدول هكذا بالوضع ده بما فيه مباراه الاهلي والجونه، فانا دوري ان انا اعلن عن الحكام. بالظبط. فده كان دور لجنه الحكام وعملته. بالظبط بالظبط. رغم ان المفروض اتحاد الكره يبلغ لجنه الحكام ان لسه احنا مش عارفين بقى بالنسبه ده لو كان فعلا في قرار اتخذ من مجلس الاداره او كان في بيان بيتم تجهيزه او الكلام ده كله. لكن طبعا ده قصور من اللجنه، انه ما حدش اتكلم وسابوا الامور تتازم وسابوا الامور تصل الى هذا الحد. وتدخل الوزير في النهايه، ما هو الوزير مش بيتدخل غير لما في اخر لحظه لما يلاقي المفروض مسؤول ما بيتحركش. فمين المسؤول؟ مجلس اداره اتحاد الكوره المفروض هو المسؤول. ما اتحركش وما فيش اي خطوه لحل المشكله دي. تمام. فبالتالي تدخل الوزير، موجود حاليا طبعا في منزل الكابتن محمود الخطيب. يعني بندعي له بالشفاء يا رب ان شاء الله باذن الله، ويطمنا ويطمن كل جماهير الكره المصريه عليه. طبعا اسطوره من اساطير الكره المصريه والعربيه والافريقيه غصب عن اي حد. طبعا اسطوره طبعا لكره القدم المصريه، فخر لمصر كلها الكابتن محمود الخطيب. أكيد. باخلاقه، باحترامه، بمهاراته، بفكره، بتاريخه، بكل حاجه. فبالتالي طبعا يعني نتمنى له الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله باذن الله. الوزير طبعا موجود دلوقتي مع مجلس الاداره بالكامل في منزل كابتن محمود الخطيب. هي زياره للسؤال عن الكابتن طبعا، وايضا مناقشه الوضع. واعتقد يعني انه كمان مناقشه الوضع ككل، مش مباراه الجونه بس. كويس. يعني النادي الاهلي مقدم اكتر من بلاغ لجهه رسميه فعلا في امور بتسيء الشارع المصري كله، مش جمهور الاهلي بس. صح. صح. تمام. والنادي الاهلي تساءل حتى عبر مجلته الرسميه الى متى هذا الوضع. تمام. النادي الاهلي بيبعت في الشكاوى دي يعني لكل الجهات المسؤوله في الدوله. انا باسلك الطرق القانونيه. هل هناك طرق اخرى يمكن للنادي الاهلي ان يحصل بها على حقه غير الطرق القانونيه؟ ده النادي الاهلي منتظر اجابته من الدوله فعلا ومن كل اجهزه الدوله. فبالتالي
ده اعتقد من ضمن كمان المواضيع اللي هيتم مناقشتها في هذا الاطار، لانه من غير المعقول ان انت بتكلمني على مسابقه منتظمه وعلى روح رياضيه وعلى انه انا ما يبقاش في احتقان ما بين الجماهير قبل المباريات المهمه، وفي نفس الوقت الناس كلها شايفه اللي بيحصل. يعني انت مش في، احنا مش في معزل عن اللي بيحصل بالظبط، يعني فبالتالي الى متى فعلا يستمر هذا الامر؟ اعتقد انه مجلس الاداره، مجلس اداره النادي الاهلي هيكون مطالب ان هو ينتظر اجابه على هذا السؤال، وممكن يتم مناقشه هذا الموضوع النهارده. سؤال منطقي طبعا طبعا، ومهم ان الاهلي بيتحرك، في ناس تانية بتتعرض للاهانات والشتائم وما بتتحركش، حاجه غريبه برضه. شوف انا بس انا عايز اقول لك على حاجه امير، يعني انا اخشى ما اخشاه انه الناس بدات تحس بالاحباط وباليأس، لأنه أنت المفروض لما بتشوف كل البذاءات دي والإساءات دي ومش لاقي أي رد فعل، أو مش لاقي أي يعني أقول إيه، بس مش لاقي أي 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 رد فعل من 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 الناحية التانية، ومش لاقي أي عقوبة، وهو ما هو في النهاية برضو من أمن العقوبة أساء الأدب، ودي إساءة أدب متكررة يعني كل يوم وكل لحظة وكل ثانية، يعني ما فيش رادع خالص يعني. فبالتالي ايه الموقف فعلا؟ يعني الناس بدات تحس بالاحباط وباليأس للأسف من اللي بيحصل ده. الحل للخروج من الازمه دي يا حسين من وجهه نظرك؟ يعني اتمنى انه الحل يعني يكون في قواعد واسس ثابته يتم بها يعني ضمان انتظام مسابقه الدوري. ماذا لو كان الاهلي والزمالك مع بعض في مجموعه واحده في دوري ابطال افريقيا؟ كنت هنعمل ايه ساعتها؟ يعني اكيد، يعني انا بقول انه الامن في مصر من اقوى اجهزه الامن في المنطقه كلها. طبعا. تمام؟ طبعا. في العالم كله. في العالم. مش هقول بدليل ان الادله كتير، لكن تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه بالشكل اللي خرجت بيه من غير ولا مشكله واحده ومن غير ولا تجاوز واحد، اعتقد ده من اهم الادله على المستوى الرياضي. طبعا. تمام؟ فاذا اعتقد انه يعني انا عندي امل كبير ان اجهزه الدوله وانه الامن هياخذ على عاتقه خلال الفتره القادمه انه يكون في مسابقه منتظمه للدوري بالزبط. لانه كره القدم الان اصبحت صناعه وتتحكم في اقتصاد دول وليس مجرد لعبه. صح. العالم كله بيبص لك على المباراه زي الاهلي والزمالك، هي مباراه القمه وهي الديربي، يعني من اقدم المباريات في الوطن العربي. طبعا. فبالتالي مهم جدا انه كل الصحف وكل وكالات الانباء منتظره المباراه لما تلاقي المباراه ما اتلعبتش. في كلام كتير هيتقال حوالين الموضوع ده. فبالتالي اتمنى ان شاء الله، وانا على فكره ده مش ضغط على الجهات الامنيه اطلاقا، بالعكس دي ثقه في الجهات الامنيه اطلاقا، قادرين يامنوا اي مباراه واي حدث في مصر بالظبط. واحنا عندنا الشهر الجاي ان شاء الله بطوله افريقيا تحت 23 سنه بالزبط. فبالتالي لا، الامور ان شاء الله باذن الله تسير يعني من الافضل للافضل باذن الله في هذا الاطار تحديدا، خاصه الاطار الامني. وليه ما يكونش في اجتماع فعلا حتى على راسه وزير الداخليه مع وزير الشباب والرياضه مع رئيس لجنه اداره اتحاد الكره مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع مسؤول من الزمالك وكذا، وفي او حتى رؤساء الانديه كلهم بتوع الدوري او مندوب من كل نادي في الدوري، وفعلا يكون في مصارحه للموقف. صح. الانديه مش في معزل عن الدوله، لا، الانديه كلها ورا الدوله ومع الدوله وتحت اي ظرف، كلنا طبعا كلنا يعني في اشخاص وكمصريين ورا الدوله في اي قرار في مصلحه الدوله طبعاً. تمام أكيد. لكن هتحطني معاك في الصوره ورا جيشنا ورا شرطتنا ورا كل طبعاً هذه الامور طبعا يعني. فبالتالي اتمنى انه ده ممكن يحصل خلال الساعات القادمه، مش الايام، الساعات القادمه أتمنى. علشان يكون ده يعني برضو خطوه مهمه نبني عليها في اللي جاي، خاصة ان انا اتمنى انه احنا ما نشوفش اي مؤجلات اخرى في بطولة الدوري. نتمنى. هل في اي حلول بتلوح في الافق؟ اقتراحات؟ حتى الان طالما انه في اجتماع شغال دلوقتي، يعني احنا يعني قبل الاجتماع كان ممكن نتكهن، لكن انا بس عايز اشير لنقطة معينة فضل. ومحددة فضل. انه قرار الاهلي بانه مش هيلعب مباراة الجونة او اي مباراة قبل مباراة الزمالك، ده مش معناه انه مباراه الجونه تحديدا، لا، النادي الاهلي بيتكلم على موقف، النادي الاهلي بيتكلم على حاله حصلت،
النادي الاهلي عايز يحط ايده على الخطا اللي حصل ويشير ليه، فالناس تشوف الخطا اللي حصل. تمام. فبالتالي اجتماع الوزير النهارده وتحركه اعتقد ده من الامور المهمه، انه فعلا الناس اللي كان الاهلي عايزها تشوف الخطا شافت الخطا وفي حلول بتجرى حاليا، وننتظر نتيجه الاجتماع. يا رب نتمنى ان يبقى في حل، ونتمنى طبعا الامور تسير بشكل طبيعي في صالح الكره المصريه، وده اللي كل جمهور الكره المصريه بيستناه وبيرغب فيه. عشان الناس في الحقيقه يعني انا واحد عن نفسي حسام او كلنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه مثلا. صحيح. في البعض بيتفرج على الدوريات الاوروبيه يقول لك يا عم الدوري المصري ايه ده، دي الصوره وحشه وانت بتتفرج الاداء مش زي ما بتشوفه في اوروبا كمان. بس الواحد بيحب الكره المصريه، الواحد نفسه يتابع ويتمتع بالكره المصريه. شوف، فمش عايزين نتحرم من الكلام ده دايما وابدا. يعني كان في مباريات، يعني مباريات كبيره في دوري ابطال اوروبا، وفي نفس التوقيت كان في مباريات بتقام في الدوري المصري. طبعا الناس بتتفرج على مباريات الدوري المصري. اه بالظبط. اه انت في النهايه يعني اهلي او زمالك او اسماعيلي او اتحاد او مصري، الانديه الجماهيريه الجمهور بيروح لفرقته لازم يشوفها. فبالتالي والله حتى بقى المباريات دلوقتي بقت ليها برضو يعني شريحه عايزه تتفرج. أكيد. مجرد ان انت تتابع وتشوف تاثير النتيجه دي على المباراه. انا بحب اتابع كل ماتشات الدوري المصري. شوف تاثير نتيجه المباراه دي على فريقي ومثلا وعلى الفريق المنافس وكذا. فبالتالي لا، الدوري المصري طبعا سلعه مهمه، لكن اتمنى ان احنا نحسن التعامل معها مع السلعه دي، لان السلعه دي تحتاج مننا اهتمام اكتر من كده. لو اهتمينا بيها اكتر من كده، يعني وسيلة مهمة من وسائل الدخل للبلد كلها. طبعا. يعني شوف كام واحد شغال في هذا المجال، يعني بتتكلم على لعيبة وأجهزة فنية. انت كمان بتدر المسابقة تسويقيا، يعني دي دلوقتي بنشوف ايه؟ في بعض الماتشات اللي برشلونة بتتلعب بدري عشان الجمهور في الصين مثلا. صح. وفي المنطقة دي يبقى عايز يتفرج على برشلونة. ده جانب تسويقي مهم جدا بيجيب منه فلوس كتير قوي. خاصة ماتش الكلاسيكو نفس الموضوع كان هيبقى في نفس التوقيت ده عشان فعلا. فده جانب تسويقي مهم. انت ليه بتتخلى عن جانب تسويقي هنا في مصر رغم ان انت عندك اقوى دوري في المنطقه العربيه دلوقتي؟ السعوديه بصراحه الدوري بقى قوي جدا. صح. بس احنا اللي بناخر نفسنا، الدوري السعودي اللي عطل نفسنا. هقول لك، الدوري السعودي بقى دوري قوي بسبب اللي بتتكلم عليه ده يا امير، يعني انه تم تهيئه كل الظروف المحيطه خارج المستطيل الاخضر. هو انت في النهايه في الملعب مش هو ده بس الصوره. انت اللي حوالين الملعب ده هو المهم. بالظبط. صح. شوف. صح. الجمهور عامل ازاي، شوف التصوير التلفزيوني عامل ازاي، شوف التسويق نفسه للدوري، شوف الخدمات اللي بتتقدم للجمهور. هو رايح رحله بيقضي يوم كامل. صح. في الملعب بياكل ويشرب وكانه رايح يتفسح، كانه رايح يتفرج على فيلم في السينما او مسرحيه. بالظبط. لكن انت عايز تخليني اروح اتفرج على مباراه بدون جمهور لغايه دلوقتي، اعتقد الموضوع صعب جدا. يعني صعب جدا، وحتى ده بيأثر على المنتخب. انت عندك الجيل ده عمره ما لعب قدام جمهور في الدوري. ده اللي اثر علينا بشكل كبير جدا في بطوله الامم الافريقيه اللي فعلا خرجنا فيها بدري. انت عمره ما لعب قدام جمهور. فبالتالي ده يعني من الموضوعات المهمه اللي أكيد. واعتقد أكيد. كمان حتى الجهاز الفني للمنتخب اكيد هيتكلم في النقطه دي. بالظبط. هو فعلا اتكلم. يعني بما اننا اتكلمنا عن المنتخب، نروح للمنتخب الوطني الاول، وهنتكلم عن المنتخب الاولمبي كمان، التحدي المقبل بالنسبه له. بما اننا بنتكلم عن الجمهور ومنتخب مصر النهارده، مثلا من الوطن سبورت بيقول لك كابتن حسام بدري بيطلب حضور 40,000 مشجع في مباراه مصر وكينيا، وبيقول لك ان انا محتاج ان اللعيبه تلعب قدام جماهير عشان تتعود على الضغوط، خصوصا ان احنا مفتقدين الجماهير الفتره اللي فاتت، فاللاعبين بيتاثروا لما بيلعبوا فجاه قدام عدد كبير جدا من الجماهير. بتشوف الطلب ده ازاي؟ انا نفسي اشوف مباراه مصر وكينيا في استاد القاهره بحضور 100,000 متفرج. يا ريت يا ريت. يعني انا نفسي، يعني بصراحه، يعني مش عارف والله يا امير. بص يعني حاجه تحزن فعلا. يعني الواحد بيحاول برضو ان هو يختار الفاظه بعنايه، لكن فعلا الموضوع محزن. يعني استاد القاهره ده اللي بيضايق الواحد، هو يخليه مثلا يعني يتكلم باسلوب مش حابب يتكلم. انا بقول لك انا بحاول والله اختار الالفاظ بعنايه شديده جدا. طبعاً. لكن انت بتتكلم حتى استاد القاهره اللي اتصرف عليه ملايين الملايين على طول بيجهز، على طول بيجهز، على طول في سياره كاس الامم. واتقال صراحه انه بعد كاس الامم هيستقبل مباريات الدوري، وانه الجمهور هيرجع، وانه كذا وكذا وكذا. مفيش ولا حاجه اتعملت. الحاجات دي كانت بتبقى بناء على ايه؟ يعني الوعود اللي بتتقال دي بناء على ايه؟ يعني المفروض ماتش اهلي والزمالك اللي كان يتلعب اول امبارح كان المفروض اصلا في استاد القاهره كمان.
فعلا. واكيد هم كانوا واخدين موافقات امنيه طبعا، وعلى اساس هذه الموافقات حطوا الجدول وحطوا المواعيد طبعا وحطوا الملاعب. لا شوف، موضوع المباراه او ميعادها اكيد ممكن طبعا يستجد اي جديد، لكن انت بتتكلم على الملعب نفسه. هو استاد القاهره ليه مش بيستخدم؟ مش عارف ليه مش بيقام عليه مباريات. على فكره استاد القاهره جاهز بنسبه 100% فعلا لاستقبال المباريات، لكن مفيش اي سبب واحد يدعو الى انه استاد القاهره يتصرف عليه الملايين دي كلها ويتقفل. يعني يرضي مين الكلام ده يعني؟ ممكن يبقى السبب الله اعلم. انت بتحاول تدور على السبب دايما، بس مفيش سبب. دايما بتسال على استاد القاهره جاهز، بس مش قرار، يعني مش قرار الاستاد نفسه. يعني مش الاستاد نفسه هيقول لك تعالى العب عندي مباريات يعني. فبالتالي موضوع مهم. استاد القاهرة اتكلمنا عليه انه ده تاريخ مصر الرياضي، وانه ده اقدم استاد في افريقيا، وانه استاد الرعب افريقيا السمراء، وانه استاد الرعب، واعظم انجازاتنا كانت في استاد القاهرة وكل ما جهاز فني للمنتخب يجي يقول لك نفسي العب على استاد القاهرة، وده الملعب الرئيسي بتاعي. وكمان او يعني الكابتن حسام البدري لما جه كان المفروض اول مباراة هتقام في استاد القاهرة، والمنتخب يعني علشان اقول لك انه الملعب جاهز، المنتخب اتمرن على استاد القاهره. ولو الملعب مش جاهز مش هيتمرن على استاد القاهره، اتمرن حوالي تمرينتين او ثلاثه وبعدين سافر برج العرب. فبالتالي اتمنى انه كل الامور دي تتحط في الحسبان يا جماعه. يعني ضربه بالمرزبه ولا مية بالشاكوش. يعني ده مثل شعبي يعني. تعالى اقعد حل كل الازمات دي كلها ايا يعني كان مين المسؤول اللي يحل. نتمنى تعالى اتكلم، هات كل المسؤولين، اقعد في قاعده كده عند استاد القاهره، عندي مفيش جمهور، عندي رابطه الانديه المحترفه، عندي مباريات الاهلي والزمالك، عندي مش عارف لائحه الانديه، كل ده حل كل ده. انت بتتكلم في ملايين الملايين مهدره من عدم اقامه المباريات بجمهور. انت بتتكلم في ملايين الملايين مهدره بسبب انك انت استاد القاهره تتصرف عليه المبالغ دي كلها وتقفل. طب ما انت عملت تجربه ناجحه من خلال شركه تذكرتي في كاس الامم، والتجربه هتستمر كمان في كاس الامم اللي جايه تحت 23 عام. ما هي نفس الموضوع في نفس المكان، هنلعب في نفس الملعب. انت لا انت احنا انتظرنا ان التجربه دي تتعمل في الدوري مع احترامي للسكواش. هو دلوقتي طبعا يعني هيعملوها في بطوله من بطولات السكواش اللي هتتعمل في الاهرام، بس يعني الاولى بها كره القدم. يعني ما قلنا مش بنقول دخل كل الجمهور، 5000 10000 15000 20000 يعني ابدا. المهم ان انت تبدا. نتمنى انه المشكله ان احنا بدانا على فكره، يعني احنا بدانا قبل كده، بس بنرجع للنقطه الاولى في الاخر، يعني مش عارف ليه بصراحه. في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى ان الدنيا تمشي بشكل مميز خلال الفتره الجايه. اتكلمنا عن المنتخب الاول، عايز اتكلم عن المنتخب الاولمبي وتحدي مهم قوي طبعا. عايز تكسب البطوله هنا في مصر، وعايز طبعا تتاهل لاولمبياد طوكيو 2020. بتشوف ازاي فرص المنتخب الاولمبي الفوز باللقب ده والتاهل، خصوصا في ظل الانتقادات اللي كانت موجوده على الجهاز الفني بعد المباراه الوديه الاخيره امام جنوب افريقيا؟ يعني طبعا انا مش بعول كتير على المباريات الوديه. كويس. يعني من حق اي جهاز فني ان هو يجرب اللعيبه بتاعته، حتى لو مباريات وديه اخيره يجرب، حتى لو اخيره. يعني انا اهم حاجه عندي ان انا لما تيجي المباراه الرسميه الاقيك جاهز 100% وبتادي. حلو. كويس. يعني دايما بنقول ان المباريات الرسميه اهم، هي المهمه. انا لازم اغلط في المباريات الوديه طبعا، سواء كلاعب او كجهاز فني طبعا. بجرب حاجه ما عجبتني مش هجرب في مباراه رسميه. فبالتالي طبعا مش عايز اتكلم كتير على انه المباراه الوديه الناس كلها اتكلمت عنها، يعني انه الاداء ما كانش اللي هو بصراحه يعني. الناس قلقانه، يعني الناس قلقانه، بس الثقه موجوده في الجهاز الفني وفي اللعيبه، لكن الناس قلقانه طبيعي. إن الجمهور حقه يقلق طبعا، تمام. لكن انا كجهاز فني المفروض ان انا عندي ثقه كبيره جدا في نفسي وفي اللعيبه وفي الادوات اللي معايا، واحنا كلنا عندنا ثقه في الكابتن شوقي غريب وفي الجهاز الفني المعاون معاه وفي كل المجموعه اللي موجوده. انت عندك مجموعه يعني من اللعيبه، ده الجيل اللي هيكون منتخب مصر الاول بعد سنه او دلوقتي كمان، يعني بعد البطوله مباشره. فبالتالي انت عندك من العناصر اللي تخليك تقدر تواجه اي منتخب. الناس بتتكلم ان احنا في مجموعه صعبه، فعلا مجموعه صعبه، لكن انت كمان منتخب لا يستهان به بالعناصر اللي موجوده عندك. يعني انت بتتكلم في يعني 90% منهم بيلعبوا اساسي مع فرقهم في الدوري الممتاز. تمام. فبالتالي ما فيش اي مبرر ان انت يعني تكون اقل من الاداء المنتظر او من النتيجه المنتظره. لكن اتمنى انه الجهاز الفني او انه منتخبنا الاولمبي يكون معاه دعم من الجمهور ان شاء الله. أكيد ده مؤكد طبعا في البطوله، في البطوله الافريقيه المؤهله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الاجتماع خلص يا جماعه ولسه مستمر؟
لسه مستمر الاجتماع، وحتى الان لم ينتهي اجتماع الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع كابتن محمود الخطيب في منزل الكابتن محمود الخطيب لايجاد حل للازمه الحاليه على الساحه الرياضيه المصريه. يا استاذ حسام انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني كالعاده، وببقى مبسوط قوي انت معايا. شكرا يا امير، انا سعيد بوجودي معاك طبعا وبوجودي في قناه النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. لو في اي جديد اكيد قناه النادي الاهلي هتبلغكم بيه على مدار اليوم النهارده. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، ان شاء الله بكره حلقه جديده انتظرونا. الى اللقاء.